بقى دي عمال الناس فهمانه تيجي بينا من الشيخ زايد للسخنه عشان نقف هنا؟ يعني بذمتك الجمال ده كله ما يستاهلش؟ مش حكايه ما يستاهلش، انا بس ما بحبش حرق الوقت. ده احنا خدنا يجي ساعتين عشان نوصل هنا. شكلك بتتضايق وانت معانا. لا ابدا، انا ما بس انا فاهمه انت بتقول، انا بس بحاول استغل الفرصه ان انا اقضي معاك اكتر وقت ممكن. لو بابي ما تردش. ليه؟ هيسألك انت فين وهتقول له احنا في السخنة، هيقول لك ايه اللي ودانا هناك، خلينا مبسوطين كده رايقين بلاش عكنا. ما تردش. اهو بص غالبا هو اللي بيتصل بيه. بابي. ما ترديش. بشكر شبه التقدير كله. اللي جه جاملني وظبط معايا اللقطه قدام اللي مني، احلى واجدع شيبه في العالم. قولش كده حبيبي وعم الناس كلها. حبيبي بابلو، حبيب قلبي، قولش كده، انا جيلك من اخر الدنيا. حبيبي حبيبي امسك طريقك. حبيب قلبي، حبيب قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بابلو فين يا سك؟ بابلو ربنا يخليك لينا يا ابني، شرفتنا وطولت رقبتنا في الفرح الجميل ده. ما تقوليش كده يا سكر، انتوا اهلي ونوره دي في مقام اختي بالظبط. ربنا يبارك فيك يا دنايا. يلا بقى يا جدعان شيب العربيات ترتاحوا شويه. يلا يلا يلا. تعالي يا سكر. مالك تبلنتي كده ليه يا طوح؟ مفيش. طب فكي كده احسن بعدين حد ياخد باله. فكي. ما تخافيش. محدش هياخد باله، كله هنا مركز مع الهنم اللي جت.